بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. محبي وأوفياء قناة عالم الطيور، مرحبا بكم في فيديو جديد نتحدث فيه على أنواع السمان والسلالات التي يربيها الإنسان في المنزل. قبل البدء أتمنى من المشاهدين الجدد دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع علامة الإعجاب بالفيديو لتشجيعنا للاستمرار في نشر المزيد ويستفيد الجميع بإذن الله. يعتبر طائر السمان من أكثر الطيور انتشارا في العالم، وله أكثر من 100 نوع عبر أنحاء العالم، إلا أننا في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتطرق إلى أحسن 4 سلالات التي يقوم الإنسان بتربيتها للاستفادة من لحمها وبيضها. أولا، السمان الياباني الأسمر، ويعتبر من أفضل أنواع السمان للتربية، إذ يتمتع بمناعة قوية مما يجعله قويا في مواجهة الأمراض. كذلك يتحمل التقلبات الجوية خاصة الجو الحار. لحمه لذيذ المذاق، وهو أفضل أنواع السمان للتربية والربح منه، كما أن سعره منخفض في الأسواق مقارنة مع الأنواع الأخرى. وفير إنتاج البيض، ولكنه لا يحصل أوزان عالية في فترات قصيرة. ثانيا، السمان الأبيض، من أقل الأنواع وجودا في السوق، ويعتبر أفضل أنواع السمان في إنتاج أوزان عالية في فترات قصيرة من خلال التسمين المكثف، حيث يصل وزنه إلى نصف كيلوغرام في 40 يوما فقط. ومما يعاب على هذا النوع ضعف المناعة، حيث أنه يحتاج إلى مناخ معتدل ورعاية دائمة مثل الدجاج الأبيض، ولا يقاوم الأمراض مثل السمان الياباني الأسمر. ثالثا، السمان الأسمر الهجين، يرى بعض العلماء أن السمان الأسمر الهجين ناتج عن تزاوج السمان الياباني الأسمر مع السمان الأبيض، حيث يعتبر من أكثر الأنواع انتشارا الآن، ويعتبر كذلك من أحسن أنواع السمان في وفرة البيض. كذلك يصل وزنه إلى نصف كيلوغرام في 35 يوما فقط، إذا كانت التغذية جيدة مع المراقبة والتحصينات اللقاحية. فهذا السمان يجمع بين وفرة إنتاج البيض واستمرارية نموه بسرعة، مما يجعله من أفضل أنواع السمان في سرعة التحويل وإنتاج اللحم. رابعا وأخيرا، السمان البري، ينتشر هذا السمان في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وفي العموم إفريقيا وآسيا والهند. يعيش في السهول والجبال والصحاري عبر العالم. يتميز السمان البري بمناعاته القوية ولحمه اللذيذ واستمرارية إنتاجه للبيض، إلا أنه لا يزن كثيرا مقارنة بالسمان الأبيض والسمان الهجين. وفي الأخير، أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو ولو بالقليل. لا تبخلوا علينا بوضع علامة الإعجاب لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. ولمن لديه سؤال أو اقتراح اتركه لنا في التعليقات للإجابة عليه والإفادة بإذن الله. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.